ارمي الشرابات في الزيت السخن وتعالي اقولك بقى على فكرة النهاردة. بجد فكرة النهاردة هتعجبكم جدا، حيلة منزلية ما جاتش على بالك قبل كده. انا سمر ودي قناتي، اتمنى تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه على. اول حاجة هنجيب بقى وك على النار ونحط فيه ربع كوباية كده من الزيت. الزيت ده مستعمل، مش زيت لسه جديد ولا حاجة، لا الزيت المستعمل هتعملي بيه الفكرة دي. انا هنا عندي ربع كوباية بالظبط من الزيت المستعمل، هحط بقى ربع كوباية الزيت في الوك. اهم حاجة اسيبها تسخن كويس جدا. اول ما الزيت يسخن بقى هجيب هنا عندي معلقتين كبار من مسحوق الغسيل، المسحوق طبعا اللي انت بتفضليه وبتحبي تغسلي بيه، هحطه كده على الزيت. وده كله لسه ما طفتش النار، انا سايبه النار شغاله نار متوسطه. اول ما الزيت بيسخن بقى جامد كده هتلاقي المسحوق دفي، هنزل عليه بمعلقه كبيره من البيكربونات وهدوب برضه كويس جدا. وبعدين هنزل بقى عليهم بمعلقة من الخل، معلقة صغيرة. في المرحلة دي بقى هنزل بقى بفردة شراب تكون كبيرة كده عشان ما نستعملش كذا فردة، لا نستعمل فردة واحدة. هنجيب فردة كبيرة كده ونحاول بقى نخليها تاخد كل كمية المسحوق اللي احنا حطيناها والزيت. تعالي اقولك بقى هنعمل ايه في فردة الشراب دي. رخامة المطبخ بصي منظرها، بهتانة كده ومش بتلمع، تعالي بقى نرجعها وكأنها جديدة وكأننا لسه شارينها، بالزيت طبعا اللي كنا بنرميه وحبة مسحوق، هترجعي رخامة المطبخ وكأنها جديدة. بصي الفرق، بجد المنظر تحفة جدا، اكيد بقى الفرق واضح شكل الرخامة في الاول ودلوقتي شكلها ايه. انا هعمل بقى كل رخامة المطبخ بفردة الشراب دي، وبعدين بقى هجيب فوطة كده نظيفة مجرد بس ما تبقى مبلولة بالمية، وهمسح الرخامة كلها تاني بس كده. هخلص بقى كل رخامة المطبخ وهوريكم شكلها بعد ما اخلصها كلها. تعالي بقى بصي بجد المنظر تحفة جدا، الفكرة عجبتني وقلت لازم تستفادوا منها، من حاجة كنا بنرميها فردة شراب قديمة وحبة زيت بنرميهم طبعا بعد ما بنستعملهم استعمال مرة او مرتين هترميهم، لا تعالي بقى ورجعي بيهم رخامة المطبخ بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. اتمنى بقى تحطوا لايك لان الفيديو بتاعنا يستاهل لايك منكم، وتشتركوا في قناتي لو لسه بتشوفوني لاول مرة، وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه على طول، وأشوفكم في فيديو تاني بفكرة تانية إن شاء الله.